طيب ما انتقل للدكتور البوكيلي، أي مسؤولية دكتور لوسائل التواصل الحديثة في نشر هذه الصور وتأجيج الصراع كذلك؟ كما تعلمون يعني نعيش اليوم زمن الثورة الرقمية والتواصلية، بحيث أن يمكن لصورة أن تؤدي إلى يعني إلى كوارث مجتمعية. الإعلام اليوم أصبح سلطة قوية، ولذلك للأسف يعني يمكن أن نقول بأننا نعيش فوضى في مجال وسائل التواصل الإعلامي، ولذلك نحتاج إلى الترشيد الإعلامي، نحتاج إلى الاستثمار في الإعلام من زاوية تسويق الصور الإيجابية. نعم. من زاوية الإعلام اليوم هو صناعة ثقافية، صناعة دولية، وبالتالي بالفعل نحتاج اليوم يعني كما تفضل أستاذنا سيدي بن حمزة، جزء من التقصير اليوم هو غياب الخطاب الإنساني للدين في وسائل الإعلام. ما هي هذه الصور؟ وأسمحك مثلا، إذا كانت صورة الشاب الذي قتل الأستاذ الفرنسي يعني قدمت على أساس أنها هي صورة الإسلام والمسلمين، ماذا يمكننا أن ننتظر من ردود أفعال إلا صور نمطية للإسلام؟ ونحن نرفض هذا السلوك الإجرامي ونعتبره لا علاقة له بالإسلام. نقول بأننا نحتاج اليوم على المستوى الدولي إعادة النظر في عالم الصور التي نسوقها في المجال الإعلامي، ولذلك نحتاج إلى صناعة هذه الصور المتحضرة للإسلام. نحتاج اليوم إلى أن نؤكد على أصوات العقلاء من داخل الحضارة الغربية ومن داخل الحضارة الإسلامية. يعني في الحضارة الغربية توجد الكثير من الأصوات التي تتحدث بقمة الإيجابية عن الإسلام. أين هو موقعها اليوم في الإعلام؟ لماذا يتم فقط اليوم يعني الترويج لبعض الصور التي ترفع من منسوب الكراهية؟ نريد اليوم في الدائرة الإعلامية أن نرفع من المستوى الخطاب الإسلامي المتحضر، الذي عندما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يعني بصناعة هذا البعد الحضاري، هذا البعد الإنساني. طيب وأسمحك في إشارة بسيطة الآن. نعم. الوجود الإسلامي في أوروبا اليوم، الوجود الإسلامي اليوم في أوروبا اليوم لا يشكل مشكلة هوياتية في العالم الغربي، بل الوجود الإسلامي في أوروبا هو جزء من الحضارة الغربية، لأن عظمة الإسلام أنه رسالة إنسانية، وبالتالي نحن لا نهدد الآخر. الفلسفة الإسلامية في بناء الحضارة تقوم على قول الله عز وجل: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هل تمكننا اليوم في مجال الصناعة الإعلامية أن نشتغل على مفهوم التعارف بين الحضارات باعتباره مقصدا شرعيا كليا ناظما لفلسفة التنوع بين المجتمعات الإنسانية؟ ولذلك نحتاج إلى ترشيد الآن الصور المتداولة في الإعلام، حتى لا نتحكم في حتى لا نسوق لهذه الصور السلبية.